السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم رياضيات للصف الثالث الابتدائي. عندي الفصل السابع، الاختبار القبلي. راح ناخذ الكسور. اقرأ الكسور أو الكسر الذي يمثله الجزء الملون واكتبه. هنا طبعا نحسبه نشقد 1 2 3 4، نكتب بالمقام 4 وبالبسط 1، يعني نقول 1 من 4. هنا 1 وهنا 4، نحسبهن بالمقام كلهن شقد 4 والعدد الملون 1. هنا عندنا أيضا 1، نكتب هنا 1 ونحسبهن شقد 1 2 3 4 5 6 7، 1 من 7. هذه الثانية اللي يقول لك لون الجزء الذي يمثله الكسر. هنا مطيني 5 فتلونون بس 1. هنا 4، 1 هنا عددين 8 هم تلونون بس 1. يقول اكتب الكسر الذي يمثله الجزء الملون من الشكل ثم قارن بين الكسرين أكبر أو أصغر. هنا عندنا 5 هو شقد عدي 1 2 3 4 5. إذا الخامسة هنا نكتب 1، يعني عددين شقد 1 2 3 4 5، 1 من 6، 1 من 6 نقول أصغر من 1 من 5، أصغر 1 من 5، ماما 1 من 5، هذا عدد 5، 1 2 3 4 5، 1 من 5، وهنا 1 2 3 4، وهنا 1 من 4. نحسب ذن شقد كلن 1 2 3 4 5، نحسبن 1 من 5، وهنا 1 2 3 4، هنا 1 من 4. إذا نقول الخمس أصغر من الربع، يعني 1 من 5 أصغر من 1 من 4. الستة هنا 6، 1 2 3 4 5 6، 1 من 6، وهنا أيضا 1 الملون، 1 2 3 4 5، 1 من 5. إذا 1 من 6 صارت أصغر من 1 من 5. هنا سابعا صنف أو أصف نمط الكسور ثم أكمله. هنا ما دام عندي 1 إلى 8، 1 إلى 6، 1 إلى 4، إذا البسط 1، وهنا تناقصت 8 تناقصت 2، 6 تناقصت 2، إذا تناقصت شقد 2، يعني 8 نقصت 2 صارت 6، 6 نقصت 2 صارت 4.